لنعد الآن إلى غلاف الكرة S2 بمواذياتها. فوق كل نقطة من S2 علينا أن نتخيل وجود دائرة هوف، لنتأمل فيما لدينا فوق أحد موازيات S2. لنأخذ مثلا خط الاستواء، إليك ما يوجد فوق أحد الموازيات الأخرى الذي يتحرك في اتجاه الجنوب. لماذا تبدو الطارة أقل سمكا؟ لأن هناك فوق القطب الجنوبي دائرة وحيدة. طبعا فوق القطب الشمالي هناك مستقيم، وهو في الواقع دائرة تمر باللانهاية، إنه المستقيم الأحمر. والآن لندر كل هذه الأشكال. يتعلق الأمر بدورانات، لكنها دورانات للفضاء الرباعي الأبعاد طبعا. حتى أكون أمينا، ينبغي أن أقول بأن جزءا من هذه الأشكال كانت معروفة قبل عهدي بكثير. فهناك من ينسب إلى الماركيز دي فيلارسو وجود 4 مجموعات دوائر على الطارة، لكننا نلاحظ آثارها حاضرة مثلا في نقش على كاتدرائية ستراسبورغ. لنأخذ طارة دورانية، إنها السطح الذي تصفه دائرة تدور حول محور يقع في مستوي تلك الدائرة. لنتأمل في مقطع الطارة بمستوى. لاحظ هنا كيف اخترت المستوي. نقول إنه ثنائي التماس للطارة، وذلك لسبب بسيط يرجع لكونه مماسا عند نقطتين.
لكن انظر جيدا، المستوي يقطع الطارة عند دائرتين كاملتين. تلك هي نظرية فيلارسو. المستوي الثنائي التماس لطارة يقسمها إلى قسمين عند دائرتين. وبطبيعة الحال فليس هناك مستوي ثنائي التماس واحد، إليك مستويا ثنائي التماس آخر يقطع الطارة عند دائرتي فيلارسو أخريين. يمكن إجراء بنفس العملية من أجل كل مستوي ثنائي التماس، يكفي أن نقوم بعملية دوران. أنت ترى يمكن عبر كل نقطة من طارة دورانية تمرير 4 دوائر نحصل عليها من خلال القطع بمستويات مناسبة تمثل إحدى هذه الدوائر أحد الموازيات، وتمثل الدائرة الأخرى خط زوال، ثم دائرة من دوائر فيلارسو، وها هي دائرة ثانية. وبما أننا نستطيع القيام بنفس العملية من أجل كل نقطة من الطارة، فإننا نرى بأن الطارة مغطاة ب4 مجموعات من الدوائر. دائرتان من نفس الفئة لا تلتقيان، دائرة زرقاء تلتقي بدائرة حمراء في نقطة واحدة، تلتقي دائرة صفراء ودائرة بيضاء في نقطتين، إنها دوائر لفيلارسو. انظر مليا إلى الدوائر الصفراء، إنها دوائر لهوبف. أنت تذكر عندما كنا نشاهد ما كان فوق أحد الموازيات في تلييف، كنا نشاهد طارة مليئة بدوائر متعانقة مثنى مثنى، كما هو حال هذه الطارة المليئة بدوائر صفراء. لعلك تسألني عن الدوائر البيضاء. إنها ألياف تلييف آخر من نوع هوبف، ذلك التليف الذي نحصل عليه بالنظر إلى التليف الأول عبر مرآة. حتى ننهي جولتنا سنعتبر طارة دورانية بمجموعات دوائره 4، لنتخيل الطارة في غلاف كرة S3، ثم ندير الغلاف في الفضاء رباعي الأبعاد، وفي الأخير نسقطه مجسميا في الفضاء الثلاثي الأبعاد. نحصل بذلك على سطوح مغطاة هي الأخرى ب4 مجموعات دوائر تسمى دائريات سيكليد ديكا.
أحيانا عندما تمر الطارة بقطب الإسقاط فإن السطح يمر باللانهاية، وفي هذه الحركة يمكننا حتى مبادلة الوجهين. لاحظ أن داخل الطارة وردي اللون وخارجه أخضر. يقوم بدوران بسيط في الفضاء الرباعي الأبعاد، وفجأة يصبح الأخضر وردياً والوردي أخضر. أليس هذا مشهداً رائعاً؟